أثر الطلاق على الأولاد مفيش شك إن هو قاسي جدا، مؤلم. ساعات بنقول كلام، ساعات بنستخدمهم جواسيس، ساعات بنستخدمهم دروع بشرية. دكتور نبيل كان في تليفون. كل دي جرايم، عايز بس أقول كل دي جرايم. اللي أنت قلتيه، كل الكلام اللي أنت قلتيه ده عبارة عن جرايم. جرايم إحنا بنرتكبها في حق أولادنا. القانون. يعني أنا بتكلم حقيقي، المفروض لو في حاجات اتعمل كده وأنت بتتكلم، أنا جه في بالي إنه المفروض يكون في تقارير نفسية بتتعمل على الأم والأب اللي مطلقين، ويتاخد قرار الحضانة في الاعتبار، يتحط في الاعتبار الحالة النفسية للأم أو للأب. هيبقى عن طريق المشرفة في المدرسة مثلا، الحضانة للأم وللأب وخلص. لا، ده لازم يتعمل، لأن دول مسؤولين عن زي ما بنروح محكمة الأسرة عشان نتطلق، نروح بقى حد يحكم بالظبط. محكمة الأسرة، ومحكمة الأسرة بالمناسبة فيها أخصائيين نفسيين. طيب يا دكتور، معلش عشان نتكلم يعني صح، مش لا لا مش شغالين، لانه حتى المفروض في الخلع. يا سيدي انا بتكلم خلينا نتكلم في حاجه، بتكلم على الشكلي. شكليا في خبراء نفسيين، تمام، بس خلينا نقول انه تفعيل هؤلاء الخبراء النفسيين مش شغال الى فعليين، لان مفيش. عايزين نخلي بقى في ازمه الطلاق، زي ما بيتجوز كده بيروح يكشف هو والزوجه عشان يجيبوش افراد شرعيين. ما هو ازاي ده؟ لازم في ازمه الطلاق يتعمل إيه بقى؟ حق تمام، الرعايه المشتركه. انا هقول لك بس ما بين الاب والام للطفل، محكمه الاسره ايه اللي بيحصل؟ هو ده موجود في القوانين، محكمه الاسره يا جماعه. انا هقول لكم بس محكمه الاسره ايه اللي بيحصل فيها. على فكره ده مش موضوعنا، ده بس لحظه يعني. انا بس عشان احنا الدكتور عايز يثبت اثر الكلمات دي، بس حته القوانين مش القوانين، معلش مع احترامي، مش قوانين احنا بنضمن حق الطفل. انا دكتور دلوقتي عندي كلمه مهمه جدا حضرتك كنت قلتها في اول الحوار، وده اعتقد اهم نفهم كل اللي بيتفرج علينا. اب وام عايزين ينفصلوا، تمام. احنا اخترنا الام هتبلغ الولاد، تمام. اولا نقول ايه وما نقولش لا ايه؟ اولا اللي بيتحكم في اولا تجنب تجنيب الاطفال اي نوع من انواع المشاكل. ازاي؟ ادينا امثله. ما نتخانقش قدامهم، ما نتكلمش في الموضوع قدامهم، ما نقعدش نقسم الدنيا وهيقعد ويروح ويجي فين قدامهم. هنقعد مع بعض نحل كل مشاكلنا مع بعض، وبعد ما الموضوع يخلص هنقعد انا وزوجي، لو احنا متعاونين هنقعد نتفق مع بعض مين اللي هيتكلم مع الاطفال وهيقول ايه وما يقولش ايه، وده زي ما قلنا بناء على العمر السني والعقل للاطفال. اخترنا الام تقول للاب. ها انا بس عايز بس ما انا هقول لك، علشان يعني مش هنقسم الحاجات التقسيمه دي، احنا هنقول ايه. انا هقول لك بس ازاي، ما انا هيحصل كده. ففي حاله التعاون هيقعدوا مع بعض وهيتفقوا مين اللي هيتكلم، سواء كانت الام او الاب او وات ايفر هو ايه. طب في حاله عدم التعاون هيبقى الام هي اللي مسؤوله. الام هتعمل ايه؟ الام قبل ما هتقعد مع الاطفال هتقعد مع واحده صاحبتها او مع اختها او مع اخوها او مع مامتها، وهتتكلم معاها: يا ماما انا هتكلم مع الاطفال، عايزين نقعد نتفق هقول ايه وما اقولش ايه، ونعمل بروفا للموضوع. هيسالك الطفل هيقول لك: طب يا ماما انا هشوف بابا ولا مش هشوفه؟ طب يا ماما انا هقعد فين؟ طب يا ماما انت هتتجوزي ولا مش هتتجوزي؟ طب بابا هيتجوز ولا مش هيتجوز؟ كل دي اسئله نتوقع الطفل ابتداء من سن 6 سنين هيسالها. ابتداء من 6 سنين، طب هترجعوا لبعض؟ طب مش هترجعوا؟ طب انت هتعيشي في راجل تاني هيجي يعيش معانا ولا لا؟ طب بابا هيبقى موجود ولا مش موجود؟ طب هشوف بابا امتى؟ طب انا مين اللي هيعمل كذا؟ طب مين اللي هيعمل كذا؟ طب هخرج فين؟ كل هذه الاسئله انا لازم ابقى مجهزاها ومجهز لها الرد بناء على العمر العقلي للطفل. ايوه في سن بقى هنقول فيه طبعا. في سن الرد بقى بيبقى عامل ازاي؟ في سن هنقول الكلام اللي حضرتك قلتيه، اللي هو بتاع بيتين وقطين وسريرين وولاد وبتاع وكلام من ده. وفي سن تاني هنقول انت دلوقتي كبرت، اللي هو سن بقى من تسعة هيبتدي يفهم انه انت كبرت او انت كبرتي، واحنا عايشين مع بعض، واحنا هنكمل مع بعض حياتنا، واحنا هننمو مع بعض، واذا حبيبتي زهقتي من هنا تقدري تروحي هناك، الى اخر هذا الكلام. ولازم نبقى واضحين بقى في موضوع اذا ممكن في جواز احتمال، لو في طرف ثالث هيدخل بقى، هيبقى في اطفال احتمال، ممكن يبقى في اطفال من بابا، ممكن يبقى في اطفال من ماما. لازم كل الكلام ده يتقال ابتداء من 9. من 9، لانه لو اتسال، انا ما بقولش لازم نقوله كله، لو اتسال، وفي من المحتمل انه يتسال. اوكي، في حالتي انا مش والاسئله ممكن ما تبقاش مره واحده، ممكن تبقى قاعدة وبعدها نقعد تاني. طب لو حبيبتي لو انت عايز تسألي تاني انا موجود، لو في حاجات في دماغك تعالي اتكلمي، هتقلق هتيجي كوابيس. ما بعد سن المراهقة بقى؟ بعد سن المراهقة ديت علاقة صداقة،
اللي هو 16 17 احنا بنتكلم بنتكلم بقى انه احنا لو احنا متعاونين وبنحب بعض ومحترمين بعض مش هنقطع في هدوم بعض عشان نحافظ على صوره. لكن اوصل ازاي للولاد ان احنا هنطلقها؟ لا دي دنيا زي ما بنتكلم مع ناس كبار. ده بقى حاجه ده خلاص انا قررت بالزبط. انا مش مبسوطه انا كذا احنا مش طايقين بعض وما بنحبش بعض. قول مش طايقين. طبعا.